السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا برنامج اسمه ليتل سوفت تيم، ده من البرامج اللي بتساعد على سهولة التواصل بين أعضاء الشركة أو أعضاء الفريق. فكرة البرنامج هو عامل زي مثلا الماسنجر في الفيسبوك، بس هو منظم للأعمال للبيزنس. لما تيجي تدخل أول مرة بيقول لك اكتب إيميل، الإيميل دوت هو إيميل الشركة، يعني أنت مثلا الإيميل بتاعك x@microsoft.com، فكل اللي هيدخل على البرنامج ده microsoft.com هيبقى موجود عندك في القائمه وتقدر تتكلم معاه. وتقدر تيجي هنا وتقول له انا دلوقتي افيلابل بيزي دونت ديستراكت بي رايت باك او ابير اواي وهكذا. طيب الفكره من البرنامج ان انا عندي هنا شات بيظهر اسامي الناس زي الماسنجر بالظبط، وتقدر تختار اكتر من شخص وتعمل معاهم محادثه. تقدر هنا تيجي تعمل تيم مثلا شركة كبيرة جدا فيها 1000 واحد وكل 5 6 شغالين في حاجة، فتقول له كريت تيم وتبدأ تكريت التيم بتاعك من سكراتش، تختار الناس بتوعك وهل الجروب اللي انت عايز تعمله ده بابليك ولا برايفت. فحاجة مثلا عامل زي الواتساب كده مجموعات وتقدر تتناقشوا مع بعض، وكل واحد فيهم تبعت له كود او تختاره تضيفه. فانت ممكن حد يكون عمل جروب فانت بتضيف نفسك للجروب دوت من خلال الكود وتبدأوا تشتغلوا مع بعض. دي الكالندر بتاع الشركة، تقدر تدوس هنا وتبدأ تختار مثلا تشوف الاجتماعات اللي هتبقى موجودة وتبدأ تدعو الناس ليها. ممكن تقول له نيو ميتنج او تفضل ميتنج ناو، هو يعمل برايفت اهو. ده فيديو موجود، وزي ما انت شايف لازم تكون طول الوقت الخفية اللي بتظهر دي حاجة تنفع تظهر حتة مثلا حاجة كده، متبقاش قاعد كده والشقة بتاعتك كلها ظاهرة عندك أو الناس كلها شايفة. تقدر تقفل الكاميرا، تقدر تقفل الصوت لو أنت حابب وهكذا. تقدر هنا كولز، تقدر تشوف مين الناس اتصلت، تقدر تتكلموا صوت مع بعض، تقدر تعمل جروب وتتكلموا مع بعض وتعملوا ميتنج. الميتنج كل ما يبقى فيديو كل ما يكون أفضل، بحيث أنتوا شايفين بعض. وهنا الملفات تقدر تبعثوا لبعض الملفات وتقدر تحمل الملفات اللي فيها تبعث. وهنا الابلكيشن، تقدر تضيف اكتر من ابلكيشن للتطبيق، مثلا تريلو ده بينظم الشغل بيكون من بعض. ممكن تعمل تضيف زوم وتقدر تتكلموا مع بعض، تبقى عن فيديو. تقدر تعمل سيرش على صور مثلا وهكذا، شير بوينت الار اس اس وكذا. كل دي تطبيقات تقدر تضيفها وتبقى موجودة في قلب البرنامج وتبدأوا تستعينوا بيها.